سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد البريوش او ما يسمى بالكوغلوف الالزاسيان. غنديروا بطريقتي المبسطه. دونك غادي نديروا في هذا المول، هذا هو كيجي بحال شكل ديال الكيكه، كيجي في المول. دونك غادي نستعمل ليه، عندنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا 150 غرام ديال الزبيب انا رقدته قبل في الماء، عندنا لي بيبيت دو شوكولا، عندنا سميتو المشماش يابس مقطع طريفات، عندنا 125 غرام ديال الزبده بدرجه حراره الغرفه، 20 غرام ديال سنيده، معلقه ونص ديال الخميره، قبيصه ديال الملحه، عندنا جوج البيضات، وعندنا 250 مليلتر ديال الحليب. وكتبقى هاد 250 مليلتر على حساب الدقيق واش كيشرب او لا، يعني واش غتكملوها او لا. باغي نصايب نخلي الخميره تتفاعل، ملي تتفاعل واحد 10 ولا 15 دقيقه عاد باش نعجن. دونك غناخد الخميره ديالتي، غنزيد معاها معلقه ديال السنيده، وغنزيد عليها الحليب، حليب دافي، غنخلطهم. صافي، غنغطيها ونخليها تتفاعل، غنغطي عليها بفيلم اليمونتيغ ونخليوها حتى تبان لينا راها تفاعلت، يعني على حسب درجه الحراره ديال الغرفه، واش 10 ولا 15 20، المهم نتوما عينكم ميزانكم نتوما غتبان لكم بانها راها تفاعلت. تلقاو من بعد. دابا هي بعد ما هذاك الخميره ديالتنا تفاعلات، دونك هانتوما شفتو قداش ولات، دابا غادي نبدا نخدم. غندير الدقيق، وغنزيد هاد الخميره ديالتي، غنزيد السكر، قبيصة ديال الملحة، جوج البيضات، الزبدة، الزبدة رطبة بدرجة حرارة الغرفة، يعني جبتها أنا الصباح باش يلاه ولات بحال ما هكذا بوماد. وغادي نزيد قشور الحام، ليمون، ليمونه محكوكه، نسيت ما قلتهاش قبيله في المقادير، يعني هادو بالنسبه لقشور الليمون ولا بالنسبه للشوكولات، بالنسبه للمشمش او لا طريفات ديال قشور الليمون معسلين، يعني كل واحد كيدير داكشي اللي موجود عنده، ما كاينش راه كتكتفي غير بالزبيب، صافي هو اللي اساسي في الوصفه. صافي غنبداو نعجن.
وهنايا الحين بدات. دابا العجينه ديالتنا تعجنات، غادي نزيد الزبيب المشمش طريفات، هادو سبق ليا رقدتهم في الماء باش يرطابوا، وغنخلط بشويه وغنزيد شويه ديال حبيبات الشوكولاط قياس معلقه، صافي الخليط ديالنا ها هو يوجد. دابا غنغطي عليه، نخليه هنا ينيت في البول ديال العجانه، دونك غادي نغطي عليه ونخليه يخمر يعني حتى كيضاعف الحجم ديالو، تيبان لكم راه خمر مزيان، نعطيه وقته في الخميره ساعتين ولا ثلاثه السوايع على حسب الجو، يعني حتى يضاعف الحجم ديالو، وديك الساعه عاد باش غادي نعاودو نشكلوه ونديروه في المول ديالنا. المول كندهنوه بالزبده ونرشوه بشويه ديال الدقيق، صافي ونخليه عاوتاني يخمر ونخشيوه في الفران. دونك نتلاقاو من بعد. دابا العجينه ديالتي ها هي يا غطيتها، دونك ها هي شتي فين واصله، دونك انا غادي نخليها حتى تطلع دابا التلوت، ها هي واصله دابا التلوت ديال هاد البول هادي، خاصها تطلع الفوق يعني تخمر كامله، ديك الساعه نرجعوا باش نكملوا الطريقه ديال التحضير ديالها. البنات هانتوما كما كتشوفوا العجينه ديالتنا ها هي خمرات، شفتوا فين وصلت، يعني الحجم ديالها الدوبل على جوج المرات. دابا غادي نخليها من الهواء ونشكلها في المول ديالنا ونغطيها عاوتاني نخليها تخمر عاد باش ديك الساعه نخبزوها.
يعني العجينه راها خفيفه جاريه. العجينة هانتوما كما كتشوفو راها كتلصق يعني خفيفة وجارية باش تعرفو القياس ديالكم. غنجيب المول ديالي دابا غادي نغطيها. ها هي غنغطيها عاوتاني ونخليها تخمر صافي وغادي نشعل الفران ونخشيها تطيب. دونك نتلاقاو من بعد. اي فوالا لي في، ها هي البريوش ديالنا هيا خمرات. ها نتوما كما كتشوفوا دونك ها هو المول اللي درتها فيه هو هذا. دونك دابا طلعت، شعلت دابا الفران يسخن وغادي نرميوها تطيب. بالنسبه للفران دونك كل واحد قياس فرانه. انا غادي نديرها على 120 درجه من التحت، العافيه شاعله من التحت على 120 درجه حتى تطيب مزيان على خاطرها. دونك عاد باش غادي نزيد في درجه الحراره شويه ونشعل عليها من الفوق. دونك ديك الساعه كل واحد كيشوف على حساب الطياب عادي ديال البريوش ولا ديال الكيكه، كل واحد على حساب الفران ديالو. دونك نتلاقاو من بعد ما تطيب. ها البريوش ديالنا البنات مني طاب وبرد وخرج من الفران، فصدقوني كتجي رائعه وكتجي هشيشه، كتجي زوينه. نتمنى تجربوها وتعجبكم، صدقوني راها كتجي فعلا لذيذه وزوينه. دونك الى اللقاء وفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.